بفضل سي مستشار وبفضل مدير المصالح الجديد، الامور الحمد لله مزيانه، غادي داك الشيء في اتجاه صحيح، والناس حستهم بواحد التغيير في هذا الشيء ديال الوثائق ديالهم. اللي طلب شي وثيقه ديالو كيجي ياخذها في اقرب وقت، والناس ولاو يقولوها لبعضياتهم، راه الامور راه الجامعه راه مزيان، راه تمشي تاخذ وثيقه ديالك، ما بقاش داك التماطل، داك الابتزاز. برنامج العمل ديال الجماعه اللي حنا دايرينو في سنه 2017، دابا حنا راه خصنا ننفذوه، حنا دابا سايرين فيه. فيه الماء، منه الماء والكهرباء تقريبا واصل كلهم، ولكن كاين الضغط بزاف، كاين الضغط بزاف. علاش؟ دابا المساحه كبيره، تقريبا راه كاينه واحد 47 كيلومتر دابا عندنا في كاريا، اذا تقريبا يجهز واحد 470 كيلومتر. كاين دابا هذا الشيء ديال الكهرباء، ولكن كاين الضغط بزاف. حنا دابا هذا الشيء ديال المشاريع ديال الكهرباء معطيه، دابا اعطيها لشركه لوينو باش يقوي داك التقويه ديال دوك البوستات، راه خدامين فيهم دابا. وبالنسبه للماء دابا راه الربط فردي صعيب على الجماعه. علاش؟ كيطلب اموال، حيت شنو دابا الجماعه باقي كيتسالى كريدي، تقريبا كنخلصوا شي 800 مليون في العام، هذه على مده تقريبا حتى 2030. ملي جينا بغينا ندخلوا الربط الفردي ضربنا حساب، القينا خصنا واحد 7 مليار او 8 مليار، وحنا كتسنى الفيك قال لك خص حتى يكون عندكم واحد النسبه باش نسلفوكم، اما السقايات. دابا هادشي ديال الماء صالح للشرب، السقايات دابا حنا خدامين جوج ديال ثلاثه ديال المارشيات اللي عندنا، ثلاثه ديال المارشيات عندنا ديال تزويد الدواوير بالسقايات. تقريبا البرنامج العمل اللي عندنا فيه كانت عندنا فيه 30، وحنا درنا دوره بالمجلس وكنا درنا 60، صوتنا على 60. ملي عاود جينا قلبنا البرنامج العمل لقينا يلاه برنامج العمل دايرين 30، نقصنا درنا 30، حيدنا ديك 30 قلنا حتى نديروها في الشطر التالي. دابا 30 الله نصيناها، دابا راه الاشغال راه خدامه. وكنشوفوا دابا اللي هو مثلا واحد الدوار او كذا خصها شي عوينه، كنحاولوا باش نديروا لهم شي عوينه اخرى تما من هذاك الكوندويت اللي دايز، وحنا كنفكروا ربما نديروا شي حاجه منين، حيت هذاك المارشي فلوس ديالو خارجه، ما يمكنش هو يزيدك عوينه من عنده. حنا كنفكروا باش نديروا بوند كوموند، غنتشاوروا مع السيد العامل في هذه اللحظه، في هذه جائحه كورونا غنتشاوروا مع السيد العامل، ياك تشاوروا مع السيد العامل باش نديروا واحد بوند كوموند ونزيدوا شي 10 العوينات او 5 نقصهم من هذوك الشطر الثاني. هذا هو السيستم. هذه الفتره ديال الصيف، هذه الفتره وصبنا صايبين دابا صعوبه. علاش؟ الناس دابا كيجيو بغينا الماء الفردي كذا، راه ما عارفينش كيفاش الماء الفردي. كيقول لك اودي، كنقول اودي الا بغيتي الماء فردي دخلوا على عاتقك انت، حنا الموافقه راه حتى واحد ما منعوه، اللي جا نعطيه الموافقه، كاين مشكل. هما كيصحاو كاين اللي كيقول لا انا خصك تدخلوا لي الجماعه، راه ما يمكنش، خصهم يفهموا هذه الفهمه. حيت علاش؟ الجامعه خصها الا غدير الربط الفردي خص دير الجامعه كامله، راه ما يمكنش دير واحد المنطقه ولا واحد الدائره ودائره، لا راه بحال عندنا دائره واحده. لا الخلل بزاف، ما نقدرش نعرف الخلل كان بزاف، تقريبا من التسيير سابق، تقريبا من شركات ما كيتواصلوش، قادوا دايرين غير الستوك ديالهم هنا والمقر ديالهم بعيد. حنا داك الشيء خدامين عليه من نهار جيت انايا، لقيت دابا 2 مليار و900 مليون ديال الواجب استخلاصه من الشركات. عاد الحمد لله بفضل السي هذا القابض ديال برشيد، كان يصيفط معنا واحد السيد راه دابا دار التقاعد، كيقول لي السي بالفايده الله يجازيه بخير خدم معنا مزيان. كاين اللي ولاو كيمشيو ليه حتى للدار البيضاء حتى للمقر ديالو. هو شنو قال لنا هذاك السي بالفايده؟ قال لك لا طلو، قال لي لا لقيتو غير كاميرا طوموبيل تم شدوا النمره ديالها، شدوا النمره ممكن هذيك النمره غتشوف مثلا سيرفيس ايميل تقدروا تشدوا العنوان ديال الشركه. هكا غنيت كيمشيو، كاين اللي جاب 100، كاين اللي جاب 40 مليون، كاين اللي جاب 50، واحد مشاو ليه حتى الرباط على 20 مليون وبقينا تابعناتها خلصناها. موظفين المداخل دابا راه الان كيديروا دورات، باقي الان مستمرين في هذا الشيء ديال المداخل، كيدوروا دابا في كاريانات وفي وحدات صناعيه وفي محلات كراء ديال الجماعه،
وراه الحمد لله الامور غاديه مزيان، وراه كيدخل كتدخل المداخل دابا، وراه عندنا حنا الاكتفاء الذاتي ديال هذا الاستخلاص ديال هاد الوحدات وهذا، وعندنا باش نخلصوا حنا الموظفين تقريبا هاد السنه كافيه، عندنا الحمد لله كاين عندنا باش نخلصوا. دابا هو المجلس الجهوي الاعلى للحسابات تقريبا شي 87 سؤال اللي توصيات، هي كتسمى توصيه اللي عطانا باش نجاوبوا عليه، ولكن المجلس هاد الاداره ديال مدير المصالح او الكاتب العام في الاول ما جاوبش عليها. علاش ما جاوبش عليها؟ خطا جاوب جو وين جاوب خطا. حنا الحمد لله دابا جات هذه الاداره الجديده وجنا هذا السيد ولا حفيظ مستشار قانوني عاد بدا كيجاوب لنا دابا على هذا الشيء. عاد حنا دابا راسلنا من اللي درنا، عاد خبرناهم، خبرنا دابا المجلس الجهوي للحسابات بين ما راه حنا خدامين كنصلحوا في هذا الشيء. ملاحظه المجلس دابا على هذا الشيء ديال مثلا بحال مستشارين كيجيو دابا كيدخلوا في الموظفين كيهزوا الوثائق كيديهم وكيديروا برا، كيخرجوا برا على خارج الجماعه فهمتي. وملي جاو هما ذوك الاساتذه المزيجيه الجهوي على الحسابات دابا كانوا في البيرو ديالهم ولاو كيهزوا دوك الوثائق وكيلوحوهم لهم من تحت البيبان. ولا واحد المستشار جا ولا هما كيقول لي جيب لنا، ملي كتخصهم شي حاجه كيقول لي جيب لنا، كيمشي كيجيب لهم. في الاخر درنا ملاحظه عليها، قال كيفاش دابا السر ديال الجماعه كيخرج الوثائق كذا كذا كذا، وهو هذاك المستشار صيفطوا لي تو ملاحظه ديالو، عطيناه لي باش يجاوب، راه باقي ما جاوبش.